السلام عليكم، معكم الأستاذ محمد شعبان. نكمل في الكورس التعليمي الخاص ببرنامج أدوبي أنيميت للرسوم المتحركة. اليوم درسنا عن الكاميرا. الدرس بسيط وسهل، راح نطبقه. نبدأ من هان. أنا رسمت 3 طبقات. الطبقة الأولى فيها المستطيل اللي أنتم شايفينه البنفسجي، الطبقة الثانية اللي هي الدائرة، الطبقة الثالثة اللي هي المربع. وأجيت بعد هيك في عندي أداة من ضمن الأدوات اللي هنا موجودة اللي هي الكاميرا. إذا ما لقيتش الكاميرا هنا، بدك تدور عليها من وين؟ من هان هياتها، بدك تعص عليها وتسحبها وتحطها هنا. اختصارها حرف السي، تمام؟ اضغط على حرف السي بتجي لك. هيات عندي أول ما ضغطت على الكاميرا جاب لي لاير جديدة، طبقة جديدة، وحط عليها إشارة الكاميرا، تمام. خليني أقرب لكم شوية عليها. هيات زي ما انتو شايفين إشارة الكاميرا، وجاب لي شغلة تانية. الشغلة التانية هيات أنا واقف عليها برضو بدي أقرب عليها لوحدها. شايفين الشكل اللي جاب لي إياه السحاب هذا والإشارتين اللي على الجانب هان؟ إشارة للزوم وإشارة لدوران الكاميرا، وجاب لي سحاب محن. هالوقت راح نتعلم لإيش هاي الشغلات. المهم هيت أول شغلة، أجت لي طبقة فيها كلمة كاميرا، وأجالي السحاب هذا، أجالي هنا الزوم اللي هو التقريب والتبعيد، زوم إن زوم أوت، وهيت هنا دوران الروتيت تاع الكاميرا. طيب في حاجة برضو ثالثة، بمجرد إنه أنا أحط الماوس على الستيج أو على مساحة العمل، شايفين كيف إشارة الماوس صارت كاميرا مع إشارة الموف الصليب بتاع التحريك. شوفوا أنا إيش بدي أقدر أعمل هالوقت. أنا بدي أضغط وأضلني ضاغط وأسحب. هيني ضغطت وهيني ضليتني ضاغط وسحبت على الشمال، فإيش هيات الكاميرا قاعدة بتتحرك حسب ما أنا بسحب. طبعا مع الشفت بسحب عدل على الجنب او لتحت او لفوق او لتحت، تمام. فصار عندي هيك حركة يمين شمال، تمام، فوق او تحت. هاي كتر اللي زيد عشان نرجع زي ما كنا. فاذا هاي حركة زي ما بقولوا بان ليفت بان رايت، تل اب وتل داون، انه انا بحرك الكاميرا في عدة اتجاهات، بس بمجرد انك تحط الماوس وتجي لك الاشارة اللي انت شايفها، الكاميرا والصليب بتحرك لك زي ما بدك. طيب الامر الثاني، نيجي نشرح قصة السحاب. طالما انت ضاغط على الكاميرا اللي فوقيها العدسة إذا هي الفعالة، لكن لو ضغطت على الكاميرا اللي فيها الروتيت بتصير هي الفعالة. لكن حاليا خلينا نبدأ في أول حاجة، الكاميرا اللي عليها الزوم. طلعوا علي أنا بدي أسحب هذا السحاب وأمشي هيك. شايفين إيش صار؟ الكاميرا قاعدة إيش بتقرب، وهي هيك لورا بتبعد، زوم إن وهي زوم أوت. بكل بساطة لو واحد تاني اجى قال لي انا بدي ازوم اكتر من هيك، مثلا هيات زوم ان وبدي ازود كمان، طلعوا السحاب الابيض رجع، الكرة البيضة رجعت، بتقدر تزوم كمان مرة، بتقدر كمان مرة. فهيك صار عندك ايش؟ زوم ان مرتين وثلاثة، وبرضه في نفس الوقت تقدر ترجع، هيات درجحان، هيات زوم اوت مرة، هيات زوم اوت كمان مرة، هيات زوم اوت كمان مرة. تمام، شايفين الخط الأزرق هذا؟ هذا هو اللي راح يظهر في الفيديو لما أنت تصدره، والدليل هي ده بتعمل قطع زي هيك، هذا اللي راح يظهر، هيات الزوم إن وهيات الزوم أوت، تمام. أي حاجة داخل الإطار الأزرق راح هي اللي تظهر في تصدير العمل. طيب في كمان شغلة، قلنا الروتيت. شايفين هنا لما انا فعلتها وفي حواليها سهم، يعني بقول لك هاد دوران الكاميرا، لو انت اجيت مسكت هذه الدائرة وسحبتها هيك هي بلف لجهة الشمال. طيب لو انا اجيت على الجهة اليمين بلفها على اليمين، فطلع كيف
مرة ومرتين بلف أكتر من مرة، شايفين؟ طيب نرجع. طب أنا ما بديش كل هاللخمة، بديش أظن أعمل زي هيك، أظن أروح وأرجع أروح وأرجع. فيش حل لهيك شغلة؟ لا، في حل. وأنت واقف على الكاميرا اضغط على الإيش، الخصائص هنا، بيجي لك هنا الروتيت بتاع الكاميرا، بيجي لك الروتيت اللي هو دوران الكاميرا، شايفين هذا الصفر؟ حط على الصفر وعصه واسحب، اضغط واستمر بالضغط واسحب يمين او شمال. طلع علي، هيات سحبت شمال لف اللي اياها شمال، هيات رجعت يمين لف اللي اياها يمين. طيب كنترول زد، لو انا ضغطت هنا وعصيت 90 زاوية قائمة، شايفين هيات لف اللي اياها. طيب نرجع، لو انا ضغطت هنا 180 راح يقلب لي اياها قلب، راح يصير المربع على الشمال والدائرة على اليمين، تمام زي ما انتم شايفين. ها نرجع صفر، هيات ايش انقلبت. فانت من هان برضو مباشرة تقدر تحرك الايش الكاميرا بدل ما تحركها من هان، وفي نفس الوقت الزوم بدل ما تشتغل فيه من هان ومن السحاب اللي هنا، بتقدر من هان تعص اضغط على الرقم واستمر بالضغط واسحب يمين او شمال، طلع هي زوم ان وزوم اوت، تمام. وقلنا لما انت تحط الماوس المؤشر تحطه على الستيج على مساحة العمل وتتغير اشارة الماوس للكاميرا والصليب، بتقدر تروح يمين وشمال يمين وشمال مع الشيفت، بحرك ايش قلنا؟ بحرك عدل. طيب برضو في اختصار للشغلة هاي، تقدر من هنا هيات اتجاه الاكس واتجاه الواي، هيات اضغط على الرقم وضلك ضاغط، استمر بالضغط وحرك، شايفين كيف؟ وهيات برضو هان، فانت بتقدر تعدل زي ما انت بدك. تمام. هيتنا انا عودت رجعت عيارتها وحطيتها في النص. فهيك احنا تعلمنا كل الخيارات الخاصة بالكاميرا من ناحية انه انا قادر الفها يمين الفها شمال، اخلي الكاميرا تطلع لفوق او لتحت، الدوران، دوران على اليمين دوران على الشمال، ممكن نستخدم الادوات من هنا او الادوات من هنا، في كتير خصائص. تمام. طيب هالوقت في كمان شغلة، لو انتم ملاحظين لما انا اجي اعمل مثلا زوم بقرب على كل الرسم الموجود، يعني هيات شايفين البنفسجي والدائرة والمربع بقرب عليهم كلهم. طيب لو انا بدي اياه بس يقرب على المربع والدائرة وبدي اعتبر الخلفية اللي لونها بنفسجي ثابتة، بديش اياها تتأثر بحركة الكاميرا كان زوم او دوران، بروح بضغط، شايفين؟ شايفين هنا كيف اجت اشارة الكاميرا؟ بدي اضغط ضغطة واحدة بس على اشارة الكاميرا، راح هيك هو ايش عمل لي قفل على الايش على طبقة الخلفية البنفسجي وسكر لي اياها. معنى سكر لي اياها انه مش راح تتأثر بحركة الكاميرا، والدليل هيتنا انا بدي اعمل زوم ان بس ايش بقرب على الدائرة وعلى المربع والخلفية ظلت ثابتة وما تأثرت. طبعا الكلام هذا بنطبق على كل الليارات، هيات انا بدي اجي اسكر على المربع، ايش اللي راح يتحرك؟ بس الدائرة، تمام. هيك انا بكون اجملت بشكل عام حركة الكاميرا. تمرين سريع بدي اعملكم اياه عليها، هيات انا جبت صورة من النت، الصورة هاي بتحكي عن كسوة الكعبة، فيها كتير معلومات عبارة عن انفوجرافيك، تصوير للمعلومات بشكل عام عن كيف كسوة الكعبة بتتم، وعملت عليها حركة. اطلعوا علي الحركة اللي انا عاملها عليها، انا جبت بس صورة واحدة اللي هي صورة ايش الانفوجرافيك. بالاول مشيت عملت زوم ان، وبعد الزوم ان من هان لهان ثبتت الكاميرا. كيف ثبتها؟ نسخت الفريم هذا وحطيته هنا، طبعا عامل انا موشن توين اللي شرحته في الدرس اللي فات، او عامل كلاسيك توين، تمام. الوقت راح اعيد انا هاي الشغل بس بدي ابين لكم شو اللي اشتغلته.
شايفين المستطيل الأزرق؟ الأزرق هذا هو اللي راح يبين في المونتاج أو في الإخراج لما أجي أحفظ الدليل. هياته تعالوا أنا أمشي، هيتها أنا ثابتة قلت، بعد هيك مشيت هيتها أجت على المعلومات اللي هنا، بعد هيك طلع كيف دارت الكاميرا ومشت شوية على المعلومات اللي جنبها، تمام، وبعد هيك ثبتتها. فالحركة كيف صارت؟ أول حاجة بشكل عام على التصميم، بعدين قربت على كلمة كسوة الكعبة، بعد هيك ثبتت الكاميرا لمدة 5 فريمات، بعد هيك رجعت على المعلومات اللي هنا، بعد هيك عملت دوران على المعلومات اللي جنبها وثبتت الكاميرا. طيب نرجع نعلم عليهم كلهن، remove frame، نرجع من أول وجديد، remove classic twin. هيك كأني أنا فتحت من أول وجديد، كأني فتحت صفحة من أول وجديد، ضفت اللاير الأولى اللي هي فيها الانفوجرافيك، وهنا هيت الكاميرا قلنا بنضيفها من الأدوات، فهيت أجت عندي كل واحدة في اللعبة. طيب بدنا نيجي أول حاجة نعمل حاجة اسمها الإيش، الكلاسيك توين. هذه أهم شغلة اللي خدناها في الدرس اللي فات، عشان أنا بدي أطبق الكلاسيك توين على الكاميرا. انتبهوا إيش بحكي، أنا بحكي على الكاميرا وليس على الصورة. الصورة راح تضلها ثابتة، والكاميرا اللي راح تتحرك عليها وراح تلف عليها وراح تزوم عليها، هاي شغلة مهمة. فأنا هي بدي أعمل كرييت كلاسيك توين، تمام. بالعادة ممكن ما يجي لكم مش زي هيك، حيتجي لكم هي بشكل عام راح تجي لكم زي هيك، ممكن تمد عندك زي ما صار عندي وممكن تجي لك بالشكل هذا. المهم الوقت انا بدي امد الفريم هذا اللي تحت اللي هو الصورة عشان الكاميرا تضلها شغالة، هي تلعن 60 مثلا، بضغط F5. F5 هو اللي بمد الفريم نفسه، مش بضيف فريم جديد، نفس الفريم بضله ايش شاده، تمام. وهذه قلنا عملنا لها ايش كلاسيك توين، صار لونها برضو بنفسجي. طيب انا عندي الفريم العاشر ايش بدي اعمل؟ بدي اجيت على الكاميرا واعمل ايش زوم. قبل ما اعمل زوم بدي اضغط على F6 فريم جديد، واجي اقول له زوم، بعد ما اقول له زوم بعد الزوم بدي اجي احرك، احط الماوس على الستيج، اضغط واسحب، اسحب لفوق عشان الكاميرا تتحرك لفوق. فالوقت طلع من هان هيت الصورة هيك دخلت دخلة على الكلمة. طيب بعد ما دخلت انا بدي اثبتها، بدي اياها تضلها واقفة هيك مثلا نقول 5 فريمات، بروح بعمل كمان مرة F6، لكن بعملش أي حركة، خلاص هو تلقائي. أول ما تضغط كمان مرة F6 بروح بثبت لك على الفريم القديم، فصار عندك إيش ثبوت في الصورة. طيب خلينا نحكي ثبوت في الكاميرا لأن الصورة هي ثابتة ما تحركتش بتاتا. بعد هيك قلت بدي أجي أحرك الكاميرا، هي F6 شايفين هنا، وأجي أحرك الكاميرا وين؟ على المعلومات اللي تحت. هيك الكلام رايح، بدي اجي اعمل زوم اوت، شايفين هنا بعد ما حركت الكاميرا بعمل زوم اوت. هيك كويس، شايفين هيك من هنا اتحركت الكاميرا وجت على المعلومات اللي هنا. بدي اثبت الكاميرا 5 فريمات عليها، باجي بضغط F6 وخلص بعملش ولا حاجة، تلقائي بتصير ايش ثابتة عشان الناس تلحق مثلا تقرا الكلام اللي في الانفوجرافيك. طيب بعد هيك بدي اجي اعمل كمان 10 فريمات عشان احرك الكاميرا، هيات F6، هيات F6، واجي اتحركت الكاميرا وين؟ على الشمال مع الشيفت عشان يمشي عدل. هيثها مثلا هيك، وبدي اعمل دوران للكاميرا، فباجي بضغط على الدوران، بفعل الدوران ضروري جدا، وباجي مثلا ايش بلف، هيت لفة والتانية. طبعا انا قلت لكم يا من هنا يا من هنا،
هيات كلمة روتيت، هيات شايفين باجي بضغط على النص وبحرك، بضمني بستمر بالضغط طبعا. باجي بعاير بعدك، برجع بزوم بعاير زي ما بدي. ها بجيب الكاميرا بحركها عبال ما يزبط معايا تمام التمام. ها هيك كويس. فالوقت هيت من هان طلع كيف صار دوران للكاميرا، لان استخدمت الدوران. بدي اثبتها كمان 5 فريمات، بضغط F6 عشان يثبت نفس الفريم. فشوفوا فعليا ايش صار. هيت الصورة مثلا انا واقف عندها صار زوم ان، هيت ثبتت الكاميرا عليها لمدة 5 فريمات، بعدين عمل زوم اوت شوية مع حركة لتحت ثبتت الكاميرا، اجيت بعد هيك عملت دوران وزحت الكاميرا شوية على المعلومة اللي جنبها بتحكي عن مصنع الكسوة، بعدك ثبتت الكاميرا. هيت هذا هيك بعلم عليه بالزر اليمين، بعمل ريموف فريم، بصير ايش، بصير هيك تمام الشغل. هيك انت بتكون طبقت شغل على الكاميرا. في ناس بتطبقوا على مشهد مثلا، لو في عندك انت مصور بكاميرا جوية، مصور من فوق الشوارع، تقدر تتحرك ايش بالشوارع، تتحرك في الكاميرا كأنك ماشي بطيارة من فوق على المباني أو على الشوارع. في شغلة برضو مهمة، لهالوقت أنا وأنا بعمل زوم، الزوم اللي بيعملها طلع كيف مثلا زوم عادي. طيب أنا بديش إياه يعمل زوم عادي، في عندي شغلة بضغط على الفريم، في هين الإفكتات اللي هي حركة الكاميرا التباطؤ، كان بديها تباطؤ أو تسارع. شوفوا هنا الإيزي إن وفي الإيزي أوت، شايفين كيف؟ واحد إيزي إن بيبدأ بطيء شوية شوية، وبعدين إيش بصير متسارع، أو بيبدأ متسارع على الإيزي أوت وبصل إيش بطيء. خلينا نضغط عليها تمام. فهي أنا اختارتها، فلوك بصير إيش لو عملنا بلاي مثلا، خلينا نختار فئة محددة اللي عندي الآن، تمام. فهو الوقت بدأ بطيء وسرع، تمام. وكذلك أنا لو اخترت برضو إشي تاني منها بقدر أختاره، طبعا اللي بنطبق التسارع والتباطؤ بنطبق على أي جسم أنت بتدخله على البرنامج، برضو بنطبق على الكاميرا. هاي ميزة إنه أنت مثلا الكاميرا وهي ماشية ممكن أنت تمشيها بسرعة وبالآخر إيش تنتهي تباطؤ، أو تمشيها بشويش شويش تباطؤ وبالآخر تسرعها. فأنت بتقدر تختار من هنا إيزي إن أو إيزي أوت، تقول له هيك هيت إيزي إن، تختار بصير هنا إيش العكس، شايفين بدأ بطيء وانتهى سريع. فهي الشغلات برضو بتنطبق على حركة الكاميرا. وهيك صار عندنا مثلا ايش شغل كامل لإنفوجرافيك متحرك باستخدام الايش الكاميرا. هيك درسنا بيكون خلص، ويعطيكم ألف عافية. تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يصلكوا كل اشي جديد. شكرا كثير لكم.